سؤال، قبل مجيء رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، في أي دولة، أي دولة كانت مصر خاضعة لها؟ هل كانت دولة عربية أو فارسية أو أرامية أو أسلامية؟ كانت الدولة الرومانية، كانت مصر تبع للدولة الرومانية، وقبل الدولة الرومانية كانت تبع للدولة اليونانية من أيام الإسكندر، وبعد الإسكندر جم خلفاء من البطالمة، وبعدين جت الدولة الرومانية وحكمت مصر، وخصوصا من موقعة إكتيوما سنة 31 قبل الميلاد اللي كان فيها أنطونيوس وكليوباترا. غلبهم أكتافيوس قيصر، وأصبح أكتافيوس قيصر هو حاكم مصر من قبل الرومان من سنة 31 قبل الميلاد، وبعدين في الميلاد كانت 7